لم يعد مستبعدا، وبعدما نجح الإرهاب في ضرب عمق مدن أوروبية وكان آخرها في بروكسل، أن تركز قمة الأمن النووي في واشنطن على مسألتين أساسيتين هما أمن المنشآت النووية ومنع وقوع مواد بيولوجية وكيميائية في أيدي مجموعات متطرفة. هدف القمة الحالية هو تفادي وقوع كارثة عمل إرهابي نووي. كان هذا تعهد الرئيس أوباما في خطابه الشهير في براغ والذي مهد للقمة الأولى. وستناقش قمة الأمن النووي التي يحضرها رؤساء أكثر من 50 دولة قلق حلف شمال الأطلسي ودول أخرى من مخاطر الاستخدام السيء للصناعات النووية في ظل ازدياد نشاطات مقلقة ومشبوهة لروسيا وإيران وكوريا الشمالية. خطر سباق التسلح النووي قائم. الاتفاق الدولي مع إيران لن يمنع سعيها بعد 15 عام إلى امتلاك برنامج نووي جديد. ولعل أبرز ما ستخلص إليه قمة واشنطن هو وضع آليات يلتزم بها المشاركون لناحية منع وصول مواد نووية أو بيولوجية إلى أيدي مجموعات إرهابية، إضافة إلى تعهدهم تسهيل إجراءات دولية لتفتيش المنشآت النووية والتخلص من مخزونها المصنع، وتحديدا مادتي البلوتونيوم واليورانيوم. نحن الآن نعيش أمنا دوليا نسبيا بفضل قمم نووية سابقة دفعت 12 دولة إلى التخلص من مخزون ترسانتها النووية. النقاشات هذه السنة ستركز على مسألة أمن العالم وسبل حمايته من خطر هذا السلاح في ظل استمرار تفاعلات نزاعات دولية مثل أوكرانيا وسوريا والتي أعادت إلى الأذهان زمن الحرب الباردة. من واشنطن، جو تابت، الحرة.